السلام عليكم. بعد ما عرفناكم بصناعة المصفحات تاع الجبس وكذلك صناعة الحديد وهذه الصناعات، اليوم سوف نتطرق إلى صناعة ما يسمى بالألواح الام دي اف والميلامين والفورميكا وكل أنواع الصفائح الخشبية التي تستعمل الخشب المسترجع. وهذا هو الأهمية تاع الصناعة هذه اللي عادة تستعمل كثير في تغليف الحائط، يعني لباروا في البنايات وخاصة في المستشفيات يستعملوا هذه الصفائح نتاع الخشب اللي تستعمل الخشب المسترجع من الغابات والورشات تاع البناء وكل يعني ما يمكن أن ينتج يعني نفايات خشبية. بفضل زوج تجارب سوف نتكلم عليها. التجربة الأولى في ولاية سطيف بالعلمة، ثم كانت تجربة ثانية لصناعة الأمدياف إذن في ولاية طارف. وبدون ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا التفاصيل تاع هذه الصناعة الاستراتيجية والهامة جدا لهذا المصانع الزوج اللي راهم يعني الوحيدين في إفريقيا ما عدا جنوب إفريقيا، واللي جزء من هذا الإنتاج سوف يصدر إلى دول الجوار. أترككم تتابعون هذا الزوج تجارب والسلام عليكم. الرحيم، مرحبا بكم عندنا. هنا راه عندنا مصنع تحويل الخشب، نقدر نقوله مجمع في المستقبل يكون مجمع. الأساس تاعو هو تجميع الخشب وفضلاته من 48 ولاية بما فيهم أصحاب الصحراء تاع النخلو. هذا المصنع جبناه من ألمانيا التكنولوجيا الأخرى، كاين واحد في جنوب إفريقيا وهذا الثاني في الجزائر. في المغرب العربي ما كانش هذا المصنع. رايح بالفضلة تاع الخشب اللي تنطاش وتلوث البيئة، راح نجمعوها هنا في من 48 ولاية، وكل ولاية وش عندها فضلة خشب. كاين وين الغابات، ولاية اللي عندهم الغابات يعني الأشجار اللي تموت واللي تطيح واللي يطيح الثلج، وكاين في المدن الكبرى وين المقاولين وين الشركات الكبار اللي عندهم الخشب بذاك اللي يخدموا به ومن بعد يحرقوه ويطيشوه، هنا نوليو نشروهم عليه. في الصحراء كما هدرنا على جذيع النخيل، هنا هذا راح نجمعوا هذا المادة هذه الأولية اللي رانا نجيبوها من الخارج بسير مذبذب ومرتفع. في الأخ في السنوات الأخيرة هذه تاع كورونا ارتفع مرتين بالعملة الصعبة. هنا إن شاء الله بهذا المصنع اللي رايحين نبنيه يعني وتقريبا 70% في المنطقة الصناعية. ونشكر أهل وخير عليهم رايحين نديروا ثم نركبوا المصنع هذا اللي يولي ينتج هذه الصفحات الخشبية اللي راهي تجي من أوروبا ومن تايلاند ومن كل العالم، وتكون على مقاييس عالمية أوروبية، لأن المصنع الماكينات المصنع آخر تكنولوجيا ألمانية. وهنا رايحين نوليو إن شاء الله كي يخرج يكون الإنتاج، هنا يبدأ الإنتاج راح يكون السعر معقول جدا، ونحيو كما يقولوا يعني فيها 48 ولاية يا شباب، 48 ولاية يا شباب. ان شاء الله اللي يدخلوا في هذه الحرفة كما الشباب الاخرين اللي راهم يلموا الفضلة تاع البلاستيك والحديد، وراحين ندخلوا لهم حاجة جديدة فضلة الخشب، وان شاء الله يوليوا يخدموا معززين مكرمين في 48 ولاية. والان نعاود ونروح ونشوفوا بعد ما شفنا التجربة الأولى، نشوفوا التجربة الثانية في ولاية طارف.
تعاون الجزائر لتحويل الخشب حول أول مصنع على مستوى العالم العربي وإفريقيا. عرف النورة أثناء الاحتفالية بالذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1962، أين أشرف والي الولاية السيد حرفوش بن عرعار وهو مغمر بكل غبطة وسرور أن يكون له الشرف الكبير في تدشين مصنع بهذا الحجم الكبير، الذي ما من شك أنه شرف كبير لمثل هذا الإنجاز الصناعي المنافس للصناعات الدولية بالمنطقة الصناعية المطروحة ببلدية الطارف، حيث تربع على قارعة الطريق الوطني 32 الرابط ما بين ولايتي الطارف وسقهراس. هذا المصنع تجهيزاته صناعة ألمانيا، وبحسب ما جاء في تدخل مسيره أنه سيغطي الحاجيات الوطنية بأكثر من 100% عند ولوج 2023، ويتوجه إلى التصدير عبر القطر العربي ودول أوروبا. فهنيئا للجزائر بهذا المصنع الرائد الذي يشع على ربوع وطننا من المصنع. إنتاج كبير ومحلي وديزانجينيور ومهندسين لوكالمون نيو من الجامعان جبناه 25 26 سنة هما اللي يسيروا فيها. أنا واحد من الناس عبر المتفرش. احنا مع وزارة الفلاحة طلبنا كميات تاع اراضي باش نغرسوا الشجر. احنا الان درنا فيترين تاع واحد الشجر يقولها بولونيا، البولونيا هذه انتاج كرواسانس تري رابيد، حابين نزيدوا الان نغرسوا لي بلون. يعني كل دولة عندها خصوصياتها، ممكن غدوة امريكا تقول لك هذه الشجرة ماشي مدها لك، لازم تديها بقيمة مضافة، تديها